ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا دايما يا رب. موضوعنا النهاردة استجابة لرغبتكم وهو عن سفر الأزواج. طبعا احنا عارفين ان الزواج هو شراكة ما بين اتنين، كل طرف فيهم بيحاول يسعد التاني علشان الحياة تستمر وينتج عنه أطفال متزنين نفسيا، عارفين يتكيفوا مع المجتمع وظروفه علشان الشراكة دي تتم بشكل صحيح. لازم كل طرف منهم يعرف الطرف الثاني بيفكر ازاي علشان يلبيه طلباته ويعرف يسعده، وبالتالي الحياة تكون كويسة وتمشي في مسارها الصحيح. علشان كده النهاردة هنعرف تأثير السفر ده على الزوج بيفكر فيه ازاي، وتأثيره على الزوجة بتفكر فيه ازاي، وتأثير رحلة السفر دي كلها على حياة الأطفال وهيكونوا بيفكروا ازاي ونفسيتهم عاملة ايه. كل ده هنناقشه النهاردة، بس دلوقتي نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبشكركم على حسن تفاعلكم خلال الفيديوهات اللي فاتت، وبعتذر جدا للناس اللي اتواصلت معايا وبعتت لي رسائل ومعرفتش ارد عليهم علشان رسائل كانت كتير. واللي عنده اي استفسار يقدر يبعتلي على الحسابات الشخصية اللي موجودة في صندوق الوصف، بس يكتب الرسالة على طول، الاستفسار على طول من غير سلامات وهاي والمقدمات. بداية هنتكلم عن الزوج. اغلب الشباب بيفكروا امتى هتخرج علشان نسافر. حلم السفر بيروض كتير من شبابنا علشان حياة مستقرة، مستوى اجتماعي كويس عيالنا يكونوا عايشين فيه، احنا نعرف نستمتع بحياتنا ونعيش ونكمل حياة سعيدة ومبسوطة. بعد ما بيعمل كل الاجراءات بتاعته وربنا بيوفقه بيسافر، بيبدأ ينشغل بقى هناك بالشغل والسفر والمشاكل اللي بتحصل هناك، وازاي اثبت نفسي وازاي اعمل خطه مستقبليه لعدد معين من السنين علشان في الاخر ارجع واكون مبلغ معين واعمل مشروع لما ارجع اعيش بيه حياه مستقره وهاديه ومرتاحه. بعد سنه اثنين ثلاثه يبدا يكتشف الشاب ان السنين بتمر وهو لسه ما كونش المبلغ اللي نفسه فيه في الوقت القياسي اللي كان نفسه فيه، فبيقول لك خلاص انا ارجع اعمل شقتي واتجوز واخلف والكلام ده. بيرجع بيتجوز وبعدين بيسافر، بعدين مراته بتحمل وبيخلفه سنة في الثانية في الثالثة، 10 سنين بيعدوا، فجأة بيلاقي نفسه عدى سنة 45 سنة، بقى عنده 50 سنة وعايز يرجع وكفاية كده، والحمد لله على ربنا رزقنا بيه ونرجع نعمل مشروع ونستمتع بحياتنا ونقعد وسط ولادنا اللي احنا اتحرمنا منهم السنين دي كلها. بس هنا ممكن تحصل مشكلة معينة، اللي هي ان انت بعد عمر 50 سنة ممكن يكون ابنك كبر واتجوز او كبر وسافر، ففي النهاية بترجع تقعد لوحدك تاني، تبقى حرمت نفسك منهم طول سنين حياتك وقعدت هناك في الغربة لوحدك عشان تعمل مستقبل، وفي النهاية ترجع تستمتع بيه ترجع تلاقي نفسك قاعد لوحدك. هنتكلم دلوقتي عن الزوج. هنرجع ونقول برضه البنت في بداية حياتها تفكر اول ما تتجوز تخرج وتتفسح وتعيش حياتها مع زوجها. دلوقتي بقى اول ما هي بتيجي تتجوز، سواء كانت اتجوزته وهو مسافر او كانت بعد ما اتجوزه عمل اجراءاته وسافر بعدها وبالاتفاق ما بين الاثنين، الزوجه فجاه بتكتشف ان هي بعد ما كانت مسؤوليتها شايلينها في البيت عندها، دلوقتي بقت هي اللي مسؤوله عن البيت، ولما بيحصل حمل بتبقى مسؤوله عن الحمل وعن الاطفال اللي هتجيبهم، وبقت وحيده وما بتعرفش تخرج وتشوف صاحبتها بيروحوا وبييجوا مع اسبابهم وهي ما بتروحش وما بتجيش علشان مش عارفه تروح لوحدها، وعندها مسؤوليه طبعا ما تقدرش تسيب حد. بعدين بتبدا تفكر بقى، طب ما صحابي وقرايبي قاعدين هنا في مصر وجوزتهم معاهم وعمل الشقق وعمل المشاريع اللي هم نفسهم فيها، وانا حتى معايا فلوس ومش عارفه استمتع بيها. فبتبدا بقى تكبت في نفسها وبيحصل عندها مشاكل، تبدا تتضايق نفسيا، فجأة بتبقى هي الأب والأم للطفل ده مسؤولة عنه، والمفروض إن هي بتفرحه وبتزعله، المفروض إن هي بتقوم بدور الأم الحنينة وبتقوم بدور الأب اللي هو ليه ضوابط وقوانين وحاجات المفروض ما يتخطاهاش، العبء كله قائم عليها هي، والمفروض إن هي مطالبة نفسيتها تكون كويسة مع أولادها، نفسيتها تكون كويسة مع الشغل اللي هي بتشتغله لو كانت بتشتغل، نفسيتها تكون كويسة مع زوجها علشان وهو بيكلمها ما يحسش ان عندها مشاكل ولا تزيد على الهموم اللي هو بيواجهها هناك مهما كان. المشكله بقى الاكبر ان هي لما بتيجي تشتكي له
هو بيشوف ان هي بتتدلع، يعني انت عايشة وسط اهلك ووسط اولادك وبتعملي اللي انت عايزاه، وفي الاخر بعد كل ده حاسة ان انت محبوسة، امال انا اللي عايش هناك لوحدي احس بايه؟ وما بيعترفش بالمشاعر اللي هي حاساها، فبالتالي بتحصل مشاكل وبيتخانقوا مع بعض كتير. بس بالنسبة للازواج انا هفرحك في الحتة دي، الموضوع بالنسبة للستات والرجالة بيبقى ماشي عكسي. الرجالة اول ما الراجل بيسافر بيبقى بيبص لأحلامه وطموحاته والكلام ده كله، ومطمن ان البيت فيه ناس هتعرف تدير وتمشي الامور زي ما هو عايزها. وبعدين بعد عدد معين من السنين بيبدأ يحن للأهل وللأسرة اللي هو سابهم الفترة اللي فاتت. بالنسبة للست بقى الموضوع عكسي تماما. ازاي بقى؟ الست في الاول بتحس بوحدة وبمشاكل نفسية وبتبدأ تتضايق، والشيطان يفضل يوسوس لها، ده زمانه اتجوز هناك، ده زمانه بيعرف بنات، ده 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 وما الى ذلك. بس مع الوقت الست بتعرف تثبت نفسها، وبتعرف تكون ست وراجل في نفس الوقت، وبتعرف تسير المركب لحد ما توصل لاسره البر الامان، وبيبدا التوتر اللي عندها والمشاكل النفسيه بتهدى بالتدريج وما بتشتكيش. فالموضوع ده هيبقى بالنسبه للرجاله مريح جدا. بالنسبه بقى للاطفال، اغلب الدراسات اثبتت ان الطفل بيبقى محتاج لحنان الام اول ما يتولد لحد سن 8 سنين. ما بين 8 سنين وال 12 سنه بيبقى محتاج لوجود الاب والام معاه، ما بعد ال 12 سنه بقى بيبقى محتاج للاب سواء كان ولد او بنت. ازاي يعني؟ البنت هتحتاج لابوها في ايه مثلا؟ بالعكس، هي المفروض تكون قريبه من مامتها في الفتره دي. لا، لان وجود الاب معاها بيحسسها انها تبقى واثقه في نفسها، تعرف تواجه المجتمع اللي معاها. بالنسبه بقى للاولاد، بيبدا يشوف الراجل المفروض بيعمل ايه، بيشيل المسؤولية ازاي، بيحل المشاكل اللي عنده ازاي، فبيبدأ بقى يتزن نفسيا وبيبدأ يتعامل ويواجه المجتمع. طيب بالنسبة للأطفال اللي من بعد سن ال 12 سنة ملقوش باباهم، بتبدأ تظهر عندهم مشاكل نفسية، ممكن تكون متفاوتة، يعني تكون مشكلة نفسية موجودة عند الطفل ده بس مش موجودة عند الطفل التاني. ماشي، وممكن يكون طفل ما بيواجهش، ما بيعندوش أي مشاكل عادي. هو دي حاجات بتحصل لأشخاص معينين، يعني مثلا ممكن تلاقي طفل انطوائي ما بيتعاملش مع حد وقاعد في حاله ساكت، ممكن تلاقي طفل عصبي وبيتخانق وبيتنرفز على أي حد، دايما شايف صحابه باباهم بيوديهم المدرسة وبيجيبهم وبيجيبهم من الدرس وبيفرحهم وبيلعبهم وبيفسحهم وبيجيبهم وبيوديهم، وأنا محدش بيعمل لي كده، أنا بابا ما بيحبنيش، أنا بابا بيروح يفضل الفلوس عليا. بتبدأ الأفكار تتكون والمشاكل النفسية والكلاكيع في نفسية الأطفال بتزيد. ممكن تلاقي طفل بيخاف من أي حاجة ومش عايز يواجه وما عندوش روح المغامرة، وده اللي أي مشكلة بيقع فيها بيخاف أصلا حتى يصرح بالمشكلة دي. أغلبنا لو قعدنا كده وجينا سرحنا وجينا نفتكر إيه التصرفات اللي كان بيعملها معانا بابانا زمان، هنلاقينا بنفتكر بابا امتى كان بيذاكر معايا، هنلاقينا بنفتكر بابا فسحني وعمل معايا كذا، هنلاقي بابا حضني لما حصل مني الموقف كذا، بابا عمل لي كذا لما انا نجحت في السنه الفلانيه. انما ما بنفكرش بابا تعب قد ايه عشان يوصل للقرش الفلاني، بابا جاب لي بدله شكلها ايه، بابا صرف عليا قد ايه في الدروس، بابا صرف عليا قد ايه في ايه. ما بنفكرش في ده، دايما بنفكر في الشعور اللي بيجي لنا من وجود والدنا في وسطينا. يبقى اذا لازم نبص على ان احتياج اولادنا لينا مش فلوس وبس، الامان بالنسبه لاولادنا اهم بكتير من الفلوس. هتقولي لي ده كلام انشا وانت مش في الموقف نفسه، وهو لو احتاج مين اللي هجيب له، وظروف الحياه صعبه وي وي وي. ماشي، ظروف الحياه صعبه، بس وجودك انت برضه وحرمانه من وجودك هو اللي اصعب، ولازم يكون حاسس في حياته ان ابوه موجود ومامته موجوده واللي بيحتاجه بيلاقيه، وانه لما بيقع في مواقف في ظهر وراه هيفهمه ويعرفه انا اتصرف ازاي واتعامل ازاي في الموقف الفلاني. عارف لما ابنك يكبر وانت مش موجود معاه ايه اللي ممكن يحصل له؟ اقول لك، هتيجي سيادتك وهو مثلا في سن ثانوي ولا حاجه، وجاي اجازه شهر ولا شهرين، تمام؟ في الشهر ولا شهرين دول هتلاقي ابنك قاعد بيخرج بيجي اول اسبوع، طبعا هيبقى فرحان بوجود الله وفرحان بالهدايا وفرحان بالجو الجديد، بس بعد كده لما يجي بقى خارج من اوضته وخارج مع اصحابه، خارج رايح مشوار معين، ويلاقي باباه قاعد بقى بيمارس دوره كأب طبيعي اللي نفسه يمارسه، انت رايح فين؟ انت جاي منين؟ هيبدا الابن بقى يحس بالخنقه، ويبدا يحس ان في راجل غريب موجود في البيت وهو مش طايق وجوده، وانت تمشي بقى ونرتاح.
ساعتها انت هتتضايق وهتحس ان انت عايش في نظرية مؤامرة، ان مامتهم عارفة عنهم كل حاجة وانت لا. طب ليه توصل للاحساس ده؟ طيب انت كده كرهتنا في السفر، وكرهتنا في الاسرة، وكرهتنا في كل حاجة، واحنا مش عارفين، مش لاقيين حل في الموضوع ده. في حل ولا من الاخر مفيش حل؟ اقولك في حل. الحل الامثل هو انك تاخدهم معاك، خدهم معاك حتى لو كانت الخطة بتاعتك اللي ماشية على مدار 10 سنين عشان تكون مشروعك هتمتد ل20 سنة. ده اللي هيكون افضل، حتى لو كنت هتقعد برا بلدك واهلك الفترة دي كلها، لان على الاقل هتقدر تعيش دورك كأب، هتقدر عارف ابنك بيروح فين وبيجي منين. ابنك مش هيضيع منك في الفترة دي، لان الطفل في سن المراهقة بيبقى حاجة صعبة ومش هتعرف تديرها من وانت في مكانك. ولا حتى لو قلت انا هقعد في مكاني لحد ما يوصلوا لسن المراهقة وبعدين هرجع اضبط الاداء، مش هتعرف، لان هما مش هيتقبلوا، وزمام الامور هيكون خلاص خلت من ايدك. فالحل الوحيد انك تاخدهم معاك، تعيش معاهم وتعيش مشاكلهم وتعرف تتصرف معاهم وتكبروا مع بعض وتعيشوا الحلوة والمرة مع بعض ويستفيدوا من تجارب الحياة، ما يحسوش ان الحياة سهلة. تمام. طيب انا دلوقتي قاعد وسط ناس شباب مغتربين وما عنديش الامكانية والفلوس اللي بتيجي على قد اللي بيروح، وما اقدرش اخدهم لان انا قاعد في شركة معاهم، ما اقدرش، مش قاعد في شقة لوحدي، وعلشان اجر شقة لوحدي هيكون مصاريف كتير. هقول لك في حل تاني يتناسب معايا، الفيديو كول. التكنولوجيا وفرت علينا كتير. تقعد مع نفسك وتفكر، انا لو دلوقتي بشتغل شغلانة جوه البلد بتاعتي وهاجي من الشغل وهنام وهصحى، هقدر اقعد مع اولادي قد ايه؟ يعني مثلا هقعد معاهم من العصر لحد بعد المغرب، تمام. يبقى نعمل ايه؟ نفتح فيديو كول، حتى لو كنا هنتغدى في الوقت ده او هنتعشى، نفتح فيديو كول من الطرفين واقعد معاهم ومع مراتي ومع اولادي حتى لو كانوا ما كملوش سنتين، وابدا اتكلم معاهم واناقشهم واحكي لهم اي مشكله حصلت معايا في الشغل بسيطه، وكان رد فعلي فيها ازاي، وهتصرف معاها ازاي، وكان قدامي حلول كذا وكذا، وانا اخترت الحل ده علشان لو كنت عملت الحل الفلاني والحل التاني كان ممكن يحصل لي مشاكل فلانيه، فانا اخترت الحل ده. هما كده هيستفيدوا من تجربه. كمان لو هما عندهم مشكله في الحضانه مع اصحابهم في الدرس في المدرسه هيحكوها لك، وتبدا توجد لهم حل. ساعتين 3 ساعات في اليوم هيحيوك، هيبدلوا حياتك تانية، هيبقى في تواصل. مراتك مش هتحس ان هي فقط جزء كبير من حياتها، ولا ان هي عاشت حياتها كده مضحيه، بالعكس نفسيتكم انتوا الاثنين هتبقى كويسه وهتستمدوا السعاده من بعض. ولما هترجع في الشهر الاجازه مش هتحس ان انت لوحدك، ولا هتحس ان انت اب غريب عنهم، لا، هتبقى عارف هما بيروحوا فين، وهتبقى عارف هما بيجوا منين، وهتبقى عارف هما بيفرحوا بايه، وهتقدر تسعدهم لو انت عايز في التوقيت ده ان انت تخرج مثلا تفسحهم او تروحوا مصيف مثلا اسبوع واحد، وبقيه الشهر تفضل قاعد مع اهلك. هما مش هيحسوا ان انت اتخذت منهم. انما مشاكل الستات دلوقتي ان انت بتبقى قاعد مع اهلك عشان انت محروم من اهلك واصحابك، فتقول لك طب هو جاي شهر يقعد معاهم هما ويجي يقعد معانا يومين، مش كده؟ الرحمه حل. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، واتمنى اكون افدتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولو في اي حل تاني نقدر نستفيد بيه واي حد مغترب يقدر يستفاد بيه، يا ريت تحطوه في الكومنت تحت الفيديو.